هنا في هذا الملعب. سجل سيدورف في مباراة 3-1، سيدورف وبيرلو وكاكا، وكان هدف اليوفي الوحيد سجله تريزيجيه. تتلعب الكرة يا كوينتا، والتعادل السريع، الرد السريع يأتي من فينشينزو. يا كوينتا تعادل ويمنح جمهور اليوفي سبب أخيرا للفرحة. يفرح الآن جمهور اليوفي في سان سيرو، يسكت جمهور الروسونيري، لا يوجد تسلل، لا يوجد تسلل، ويا كوينتا في شباك كالج. تعادل سريع، رد فوري، هل لمست